président. L'Algérie a donné l'impression de construire dans une véritable démocratie. Ancêtre, Caracalla, empereur romain. إن قوى البديل الديمقراطي بتبنيها لحل القطيعة مع النظام تجدد تمسكها بالعقد السياسي المصادق عليه يوم 26 جوان 2019 وتسعى على بعث مسار تأسيسي سيد من أجل جمهورية على ضمان وتكريس ما يلي. أولاً كل الحريات الفردية والجماعية بما فيها الحريات النقبية. ثانياً احترام حقوق الإنسان. ثالثاً الفصل والضمان التوازن الفعلي بين السلطات الثلاث. رابعاً الاستقلالية الفعلية للقضاء. خامساً عدم توظيف الدين التراث ورموز الأمة لأغراض سياسية. سادساً انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.